عادة ما يتغنى المنجيبو أو الطفل الذي يرعى الإبل في سهول كردفان بألحان ينتجها على طريقته الخاصة وتسمى بالواواي. لا يكاد جبريل يتوقف عن ابتداع لحن واواي إلا ويأتي بآخر، فهو بالنسبة له مؤنس من وحشة الطبيعة والسير خلف قطعان الإبل. أحسن من أول جمالة أن نلمها نمشي للمحلتها نلمها الفورة كلها طاقتها تجي معاهن كده. أكثر من 100 رأس من الإبل أسندت مسؤولية رعايتها إلى جبريل، ومثله تماماً ابن عمي عبد الله في بادية مترامية الأطراف لا تخلو من مخاطر أمنية عليهم. آخر مرة التقيا فيها أسرهم بمقر إقامتها كانت قبل 60 يوماً، مسؤولية حملت قصراً بحكم تقاليد هذه المجتمعات إلى أطفال لم تتح لهم فيما يبدو أي فرصة للتعليم أو الاستمتاع باللعب كغيرهم. الإبل غير رعيين الله ثلاثة ما بتنزري، لازم عندها من جيبين عندها دليل واحد. يلا إذا كانت وديتنا المدارس أنا تلي تأجرها أجار، والأجار ثاني غالي ما بتأجر. يتباهى الناس هنا بمشيتهم ويحرصون على زيادة أعدادها، ويقولون إنها تدر عليهم أموالا جمة، فيما لا يجد من يحقق لهم هذه الأهداف من الأطفال اهتماما يذكر. من عدنا نحن كان عاني من يتوكل مع الإبل ويتوكل، لأنه يسرح بعد شهرين إن الله جابه بجينا واندست غادي الإبل بتجي. ويرى مراقبون أن حمل هذه المجتمعات على احترام حقوق الأطفال يبدأ بإنفاذ القوانين ومحاربة التقاليد الضارة وبث روح الوعي بأهمية هذه الحقوق. منذ نعومة أظافره وجد هذا الطفل الذي يطلق عليه هنا لقب المنجيب نفسه راعيا لكل هذا القطيع من الإبل، لكن المؤسف كما يقول أنه يفتقر إلى من يرعى حقوقه الإنسانية في التعليم واللعب وغير ذلك، عطاء يبدو بغير عائد يجنيه. اللهم إلا ما يتصل بالمأكل والمشرب وأحيانا العلاج. عبد الباقي العوض، الحرة، من بادية شمال كردفان.